أنا داليا محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر. أنا اتخرجت من جامعة أمريكية وإدارة أعمال، وبعدين بدأت شغل مع العيلة عندنا في نهضة مصر. هي مجموعة شركات نهضة مصر بتشتغل في النشر والثقافة والتعليم ومناهج التعليم والتعليم الفني وكده. لما بدأت من تحت خالص، يعني موظفة صغيرة في إدارة نشر الأطفال، وبعدين ربنا وفقني قوي وخدت توكيلات كبيرة زي ديزني وناشونال جيوغرافيك ودي كي وسكولاستيك وشركات عالمية كبيرة. وكان حلمي ان انا اشتغل مع ديزني، فعرفت الحمد لله ان انا اشتغل معاهم واخد مجلة ميكي ومجلات تانية كتير. ففتحت مع الأسرة شركة نهضة مصر للصحافة، وكنت بقيت واتعلمت بقى مهنة الصحافة لغاية ما بقيت يعني معايا كارنيه الصحافة اللي هو المشتغلين ومدير تحرير مجلة ميكي ومجلات تانية. وبعدين كملت المسيرة من كتر حبي في حاجة الأطفال، فعملت سيستم مع العيلة، يعني شركة متخصصة في الرسوم المتحركة الكرتون، وعملت مسلسلات كرتون خدت جوائز على مستوى العالم العربي. وكملت المسيرة برضو بشركة سوفت وير، برضو كنت كوفاوندر أو مؤسس مشارك يعني فيها، بقى لها النهاردة 22 سنة بتعمل كل الحاجات المرتبطة بقى بالسوفت ويرز التعليمية وكده. وكملت المشوار برضو وأسست شركة أنا المؤسس بتاعها متخصصة في ريادة الأعمال، بقى لها 5 سنين بتساعد الشباب وبتستثمر معاهم وتاخدهم في مرحلة الحاضنة والمسرعة، وكمان الاستثمار في مجال تكنولوجيا التعليم. احنا الوحيدين في العالم العربي اللي بنعمل كده، متخصصين في التعليم تكنولوجيا التعليم. دربنا 60 شركة واستثمرنا في 15 شركة دلوقتي ومكملين المشوار. وكمان اخيرا الشركة التامنة في المجموعة اللي انا برضو اتشرف ان انا يعني من المؤسسين بتوعها ورئيس مجلس ادارتها، انا دلوقتي رئيس مجلس 4 شركات في المجموعة. طول ما انت ماشي بقى بتأدي تحدي جديد وبتتعلمي حاجة جديدة وعالم جديد خالص. أهم محطة في حياتي هي دخولي نهضة مصر الحقيقة، يعني طبعا ده على المستوى المهني. على المستوى الإنساني، إن ربنا رزقني بثلاث ولاد جمال قوي ما شاء الله. هو أنا حلمي مستمر، أنا حلمي طول الوقت إن أنا أقدم حاجة كويسة للناس، إن أنا طول الوقت أخدم لغاية ما أقابل ربنا. طبعا الموازنه ما بين البيت والشغل مش اسهل حاجه، لازم بتضحي بحاجات. فانا الدنيا كانت واضحه جدا جدا جدا، بيتي واولادي هم اهم حاجه، مش ممكن هبني بره وهدفي هو بناء الانسان بشكل جيد ومحترم واسيب ولادي. مره واحده بس في حياتي روحت لبابا وقلت له بص انا ما اصلحش ان انا ادير نهضه مصر، انا رئيس مجلس اداره نهضه مصر للنشر ورئيس مجلس اداره 3 شركات تانيين في المجموعه زي ما قلت. ليه قلت له الجمله دي؟ كان سبب بقى التعويم الحقيقه. فجأة طبعا كان في قبلها سنة صعبة جدا، ان احنا عشان بنطبع عندنا مطابع ضخمة جدا، فتوفير الورق والخامات والقصة دي كانت مشكلة رهيبة مع الدولار. وفجأة صحينا من النوم لقينا ان الدولار ده بقى اكتر من ضعفين ثمنه الحقيقي، واحنا كنا عاملين بقى شحنات في البنوك وحاطين فلوسها بالمصري وكل حاجة. صحينا لقينا ان البنوك قررت ان لا انتوا هتدفعوا فرق العملة اللي عدى عليها 6 أشهر وسنة. ايه ده؟ ازاي؟ فيوميا حسيت ان انا مش قد هذا التحدي، فقلت لبابا بص حضرتك انا ممكن ما اكونش انسب حد يدير في المرحله الصعبه دي جدا دي. ادخلوا المهنه دي برساله، ما تدخلوهاش عشان خاطر الفلوس. الفلوس مهمه جدا، ما قلناش لا، مهمه جدا عشان حتى نكبر ونكمل ونعيش عيشه كويسه، لكن دايما لما يتعارض الرساله مع الاقتصاد نعلي رساله على الاقتصاد.